ايه يا بابا مش نفس يلا يلا نشوف الفيديو. يلا هات السكتش بتاعك وقلمك الرصاص ويلا نبدأ. في البداية حدد المكان اللي هرسم فيه وارسم مستطيل يكون واسع من فوق ويصغر حاجة بسيطة وهو نزل على تحت. بعد كده هرسم موجة على الخطوط اللي انا عملتها دي، وبعدين اكمل هنا برضو نفس الموجة، وهنا برضو اعمل نفس الموجة، وبعدين من هنا اخد خط مايل كده وانزل كمان خط مايل كده، واخد كمان خط مايل كده، واخد عليهم موجة كمان، وقف لحد هنا كده، واجي من هنا كده واخد كيرف كده، وكمان من هنا كده اخد كيرف لتحت كده، بعد كده هاخد كيرف لجوه كده، بعد كده هقوم واخد منه خطين كده، وبعدين اكمل الموجة بتاعتي. بعد كده هقوم نزل بخط من هنا كده، وهنزل بنفس الخط من هنا كده، ومن هنا برضو اقوم نزل بنفس الخط وعصت بينهم، هاخد خط بالنص خفيف كده، واقوم راسم على الجهة دي الدايرة كده، ارسمها بخفيف الاول لحد ما اظبطها، بعد ما ظبطتها اعيد عليها. بعد كده هاجي من جنب العين دي كده واقوم طالع لفوق كيرف كده لحد ما اجي هنا كده، واقوم نازل تاني، وهاجي من هنا كده واكمل العين التانية. بعد كده هاخد شرطة من هنا كده واطلعها لبره كده، واخد منها كيرف كده، واوصل لحد اخر العين كده، وبعدين من هنا كده هرسم اول سنة، هنزل خط، ومن هنا كده من النص كده اقوم راسم السنة التانية، هنزل بخط وكمان خط واطلع بكمان خط تمام كده، واقوم عامل كيرف صغير كده، وبعدين الف الكيرف ده كده، وبعدين من عند نص السنة ده كده وانزل واعمل كيرف كده، واطلع تاني لحد الكيرف اللي هنا ده، وبعدين اقوم راسم اللسان من هنا كده، ادي كيرف وده كمان واحد، وبعدين ارسم العين، ارسم في نص الدايرة دي نقطة سودة كده، واقوم راسم حواليها دايرة كمان، واقوم من هنا كده اعمل شرطة كده. بعد كده هاجي من النص من هنا كده واخد خط كده وكمان خط كده واوصلهم ببعض، واقوم واخد سبعة هنا كده وكمان سبعة هنا كده، وانزل خط من هنا كده وكمان خط زيه من هنا كده، شرطة كده وكمان شرطة كده. بعد كده اقوم عامل الخط ده كده موصله للاخر، ومن هنا برضه اقوم موصله هنا كده، من جنب الكرافتة دي اخد شرطة كده، شرطة عريضة وكمان شرطة عريضة من هنا كده، ومن هنا برضو اقوم واخد شرطة عريضة. بعد كده انزل من هنا كده، ومن تحت الشرطة دي كده اقوم نازل بشرطة زيها كمان مايلة كده، واقوم وصلهم ببعض، ومن تحت الكرافتة دي كده اقوم منزل شرطة كمان زيها كده، واقوم وصلهم ببعض. بعد كده اقوم نازل بخط من هنا كده، ومن هنا كده اقوم نازل بخط زيه، ومن هنا كده اقوم نازل بخط كده، واقوم واخد خط زيه ونازل بيه كده، وفي الاخر كده اقوم عامل كيرف هنا كده وهنا كده برضو نفس الوضع، واقوم عامل كيرف كده وانزل واخد خط واطلع تاني واخد خط لجوه واخد كيرف كده، واقوم واخد دايرة بيضة هنا كده، وهنا برضو اكرر نفس الكلام. بعد كده اقوم راسم كيرف كده وبعدين كيرف كده، وبعدين اخد شرطتين واحد اتنين، بعدين هاجي هنا كده قصاد المنطقة دي كده، واقوم واخد خط لفوق كده والف وانزل تاني واخد خط لفوق كده، وبعدين ارسم الايد، وبعدين اقوم داخل لجوه وطالع، وبعدين اقوم داخل لجوه وطالع. وبكده اكون خلصت الرسمة، فاضل بس هعيد عليها بالقلم الاسود. وبكده انا خلصت الرسمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات الجاية، وشكرا.